قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك، الشان هو المبغض، ومن يبغضه عليه الصلاة والسلام في عصره كثر، حتى بعد عصره ممن أضل الله عز وجل قلبه وأزاغه. وإما يدل على أن الشنآن هو البغض قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إن شانئك هو الأبتر، يعني هو الأقطع. ولا شك أن من أبغضه عليه الصلاة والسلام فقد قطع الله دابره، وقطع الدابر والبتر له يندرج تحته أنواع كثيرة من البتر والانقطاع، فبعضهم أهلكه الله عز وجل من صناديد قريش، وبعضهم أسلم أبناؤه فأصبحوا عونا للنبي صلى الله عليه وسلم على آبائهم وأجدادهم.